ولكن أذهب ببعض من النقاط التي تطرقت إليها إلى دكتور سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية. إذن دكتور، هل الضغط في الداخل الإسرائيلي على حكومة نتنياهو يدفعه لرفض أو لموافقة هذا المقترح، مقترح بايدن؟ تحياتي لك ولضيوفك الكرام وللمشاهدات والمشاهدين. نتنياهو في ورطة مضاعفة، وذلك لسببين. السبب الأول هو فقد كل أوراق الضغط والمناورة، وخاصة بعد اجتياح رفح، والتي طالما تغنى بأنها ستكون الحاسمة لجلب أوراق قوة له، ولكن لم يصل إلى هذا الأمر. الأمر الثاني الذي يدعو نتنياهو أن يكون في ورطة كبيرة هو انقلاب شبه كامل، خاصة بعد خطاب بايدن للجمهور الإسرائيلي، ليؤيد بشكل جارف ضرورة الذهاب إلى صفقة تبادل الأسرى. واستطلاع اليوم يقول أن 53% من المجتمع الإسرائيلي يقول أنه حتى ولو على أساس وقف إطلاق النار ووقف الحرب نهائيا، يريد أن يذهب إلى الصفقة كما أعلن عنها بايدن. لذلك الخيارات أمام نتنياهو ليست كثيرة، والبدائل هي ليست أقل مرارة. برأيي أن بقراءتي أن نتنياهو ذاهب إلى يعني مضطرا إلى أن يشرب الكأس المر لهذه الصفقة بمفهومه، والدلالة على ذلك ثلاث أمور. الأمر الأول أن إسرائيل هي التي بادرت لمثل هذا المقترح، والإشارة الثانية عدم كشف المقترح كاملا أمام بن غفير هيوم اليوم، حيث حضر اليوم عنده إلى مكتبه ورفض أن يعرض عليه الصيغة النهائية لهذا المقترح، وهذا يدل على أنه لا يريد استعمال بن غفير وسموتريتش كما استعملهما حتى الآن لإجهاض أي صفقة. هذا يدل على نيته الذاهبة بشرب الكأس المر. والنقطة الثالثة هو صمت، وعلينا أن ننتبه، صمت نسبي لسموتريتش بحجة أنه يريد أن يتشاور مع الحاخامات الكبار وما إلى ذلك. أنا بقراءتي أن نتنياهو يحاول بالفترة القريبة أن يبقي على نفس الائتلاف الحاكم، لن يذهب إلى لبيد ولن يسرع إلى الذهاب إلى لبيد، لأن لبيد سيعطيه يعني شبكة أمان فقط للصفقة ريثما يتم الذهاب إلى انتخابات. هو يريد الإبقاء على ما هو عليه قدر الإمكان بدفع ثمنين. الثمن الأول هو أن يعد ائتلافه الحاكم أنه ذاهب فقط إلى المرحلة الأولى من الاتفاق، وبين المرحلة الأولى والثانية يحاول أن يناور من جديد ويحاول أن يقنعهما بذلك. والنقطة الثانية أن يعطي الطرفين وخاصة سموتريتش صلاحيات عديدة ومكاسب سياسية وأيديولوجية في الضفة الغربية من حيث الاستيطان وعشرات الأمور الأخرى. دعيني أقول أن لسموتريتش وبن غفير ليس كثير من الخيارات البديلة، ولن يحصلوا ولن يكونوا بأي حكومة قادمة لهما الصلاحيات كما لهذه الحكومة. فلذلك أنا قراءتي للوضع القائم أن نتنياهو ظهره إلى الحائط، ولا خيار له إلا أن يشرب كأس المر ويحاول أن يناور لاحقا للتخفيف من الأضرار.